تابع طبعا منذ أمس تصاعد الاشتباكات والمواجهات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين. النهارده نظم نشطاء أكراد وسياسيون يساريون وجماعات مناهضة للعنصرية وقفة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس، وده كان طبعا في عقاب الحادث اللي حصل وأسفر عنه مقتل 3 أشخاص، وده حصل عند مركز ثقافي كردي في هجوم قالت عنه السلطات إنه كان يستهدف الأجانب. الوقفة الاحتجاجية دي أدت لاندلاع مواجهات وأعمال شغب كبيرة، والأمر ده جعل الشرطة الفرنسية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وكمان كان في إطلاق النار اللي حصل في يعني حي صاخب بوسط باريس أثار الكثير من المخاوف بشأن جرائم العنصرية والكراهية في وقت تعززت فيه أصوات اليمين المتطرف في فرنسا وفي أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة. خلينا نروح مع حضراتكم ونقترب أكثر من تفاصيل اليوم الثاني في أحداث باريس. معنا دلوقتي على التليفون أستاذ خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من باريس. مساء الخير عليك و ألف حمد لله على سلامتك. أنا عارفة إنه النهاردة كان في إصابة ليك أثناء يعني الأحداث. مساء الخير، طبعا تحياتي لك زميلتي العزيزة وطبعا لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. الحمد لله يعني الإصابة كانت إصابة خفيفة، يعني حجر في تم إلقاؤه من قبل المتظاهرين في الظهر، والإصابة الثانية نتيجة عبوة من القنابل المسيلة للدموع أصابتني تحت العين أسفل العين اليمنى، ولكن عندما علمت إدارة قناة القاهرة الإخبارية طلبتني بالتوقف فورا عن البث المباشر واستكمال الحدث، يعني استكمال العلاج او الذهاب لتلقي العلاج. والحمد لله يعني الحمد لله بالنسبه الحمد لله على سلامتك يا خالد. يعني عايزك تشرح لنا اجواء اليوم الثاني لاحداث باريس والتطورات الان في باريس. الحقيقه يعني لما نيجي نتكلم على اليوم النهارده نتكلم على اللقاء اللي كان صباح اليوم مع رولان نوناز وهو رئيس شرطه باريس مع رؤساء الجمعيات الكرديه، وكان طالبهم باهميه توخي الحيطه والحذر لعدم اندلاع العنف، ولكن العنف اندلع بصوره كبيره جدا. كانت هناك اجواء لم اشهدها انا متواجد في فرنسا منذ ربع قرن تقريبا في حياتي، وكانت يعني هناك غضب كبير جدا من الشباب ومعظمهم من شباب الاكراد، اكثر من 95% من اللي كانوا متواجدين يعني من الالاف كانوا من الشباب المتحمس للغايه. الشرطه الفرنسيه في البدايه كانت لا تريد اطلاق يعني القنابل المسيله للدموع، ولكن لم تجد امامها سوى هذا يعني هذه الطريقه لتفريق المتظاهرين. حدثت طبعا بعض من المشادات وعمليات الجذب ويعني الشد، ولكن الاجواء الان تبدو هادئه. وفرنسا اليوم في حداد، هذا ليس تصريحي ولكن تصريح إريك دوبونو موريتي وهو وزير العدل الفرنسي اللي استقبل اليوم ايضا بعض من ابناء الجاليه الكرديه في فرنسا واكد لهم. خالد، هل هناك مطالب معينه للمتظاهرين الاكراد من الحكومه الفرنسيه؟ نعم، هم مطالبين ان العمليه تعتبر عمليه ارهابيه، ولكن وزير العدل الفرنسي قال لهم ان الفرق هو التمسك او عدم التمسك بايديولوجيه سياسيه مزعومه حتى نعتبر هذه العمليه عمليه ارهابيه. وجدير بالذكر ايضا ان الطبيب المعالج يعني للقاتل هو يعني اعرب على ان هو في حاله صحيه لا تسمح له باستكمال التحقيق، فتم وقف التحقيق فيه مؤقتا. حوالي 31 شرطي تم اصابتهم و10 من الجانب الكردي، والاجواء تبدو هادئه نوعا ما في هذه الليله وهي ليله عيد الميلاد في فرنسا. كيف تقرأ هذا الهدوء؟ إلى ما ستسير الأمور غدا برأيك خالد؟ هدوء حذر، ولا أتوقع أن تكون هناك مشاكل يوم الغد، وبصفة خاصة أن الشرطة الفرنسية لن تسمح ب أو لم تقوم بإعطاء تصريحات للتظاهر كما حدث اليوم لأنه يوم عيد. نشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ خالد شقير مراسل قناة القاهرة الإخبارية من باريس، شكرا جزيلا على وجودك معنا.